تابعة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قرية سالم بالشرق من مدينة لابس، نحن متواجدين في القرية معروفة بالظهرة. الجيش الإسرائيلي كما تشاهدون يعتلي أسطح البنايات وينصب القناصة، وبالتالي العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة. هذه المنطقة مطلة بشكل كبير على حاجز بيت فوريك في المنطقة اليسرى، حيث يظهر بشكل واضح البرج العسكري الإسرائيلي، وأيضا نشاهد إحراق الإطارات المطاطية على مدخل البلدة، بلدة بيت فوريك. طبعا الحاجز مغلق بشكل كامل. أيضا كان هناك حديث عن إغلاق لحاجز حوارة نظرا لتواجد المستوطنين المكثف عليه. هناك عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، هناك واضح أن الجيش الإسرائيلي يتتبع أي معلومات تصله، نظرا لكون المنطقة مطلة على المنطقة الشرقية لنابلس. انسحب الجيش، يبدو نعم. نعم الجيش الآن، الجيش الإسرائيلي خرج من المنزل، نشاهد تحركاته بشكل كبير. بيطلع هون، يبدو الجيش الإسرائيلي سيصعد إلى البناية التي نتواجد بها. نعم جيش الاحتلال سيصعد إلى البناية التي نتواجد بها. بقي الجيش الإسرائيلي على سطح هذه البناية. اجوا وسيصعد إلى ظهر هذه البناية التي نتواجد بها. انقطع اللايف، انقطع. إذن ما طلعوا لهون؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال يتواجد في محيط هذا المنزل الذي نتواجد فيه. عملية تفتيش،
زبيت فريد كاش الجيش الإسرائيلي بكون متواجدين او فيهم اثار موجوده في المنطقه هاي. احنا نشاهد ايضا الجيش هناك دوريات للجيش بين هذه كلها المنطقه اسمها منطقه الظهره. صحيح. هل تم اعتقال احد من ابناء القريه؟ لا. لحد الان لم اعتقلوش حدا، بس عمليات تفتيش في البيوت. عمليات تفتيش للمنازل. نعم. لابسين اللباس دخول الى المنازل. دخلوا على الدار. شو اللي صار؟ كان هنا تصعيد من الجيش الاسرائيلي، اقتحم البلد عندنا هنا، وصار عندنا اقتحام وتفتيش للدور وتخريب محتويات الدور. دخلوا على بيتكم؟ دخلوا على عدة بيوت، مش بيتنا، بيتنا بعيد، بس دار عديل إلي ودخلوا عليه، ودخلوا على دور ثانية وفتشوا تفتيش تخريب وتدمير للبيوت. شو بيحكوا؟ شو بيطلبوا؟ الرعب، بحطوا الرعب في قلوب الناس، يعني ما فيش شيء، يعني بيطلبوا إنه تفتيش. أنا بشوفهم بتسلقوا السور. ايوه تسلكوا السور، هذول نوع من التحكم. على السطوح الان، طلع على سطوح المنزل اللي هو اقتحموا الدار بكي، شايفها قبالك هي دوز دغري. هي طلع لونها اخضر. لا لحد الدار الاخضر لقدام شوي عند الباب الاول. الباب الاولاني صعدوا لاسطح البنايات هاي، اختاروا الدار اللي فيش فيها حدا او فيش فيها خالي من سكانها مشان يستغلوا التخريب فيها. نعم. ما اعتقلوا حدا؟ لا ما لسه حد الان ما فيش اعتقالات. احنا منطقة الظهرة، اذا منطقة الغربية في سالم. المنطقة الغربية في سالم مزبوط. الحمد لله على سلامتكم. شكرا. اذا احنا نبقى في هذه التغطية المباشرة، سنشاهد الحادث مستمعينا الكرام. هذه المنطقة من هنا مطلة بشكل كبير على المنطقة. طلع على معظم هذه البيوت، هاي البيوت بتعمل
Thank you.
جعفر غير جعفر، وجعفر يعني هم زيادة عن الناس. معدي يا معدي يا معدي وين هم؟ حزين يا سالم. جنود الاحتلال على المخزون. كان سيارات باب بيت فريج وينه؟ طلع؟